طبعا الزميل فاروق صلاح بشكرك شكرا جزيلا، لقاء مهم كان مع الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، وشفنا قد ايه هو مهتم بكل الاحداث الرياضيه اللي بتقوم على ارض مصر، وكان اكتر واحد سعيد النهارده بتتويج منتخب الشباب. يمكن التابلو بيكمل، يعني عارف يا كابتن، يعني مكسب مع حضور حكومي ممثل طبعا في معالي الوزير اشرف صبحي، ايضا في اتحاد منظم الدنيا كويس، التابلو شكله حلو مع مكسب. هو الانتصار تملي حلو، تحقيق الهدف تملي حاجه يعني تحسب للناس المسؤوله، ان هو فكر وبيلاقي قصاد الكلام ده هو حصد الزرع اللي هو زرعه. فمهم جدا ان احنا نشتغل، مهم جدا ان احنا نطور، مهم جدا ان احنا نشوف اجيال جديده عشان نحافظ على الرياضه الافريقيه ونوصل للشوط. طيب العالمي كابتن، ايه راي حضرتك نطلع لارض الملعب وناخد لقاء والزميل فاروق صلاح وطبعا الكابتن بشرى حجيج رئيس الاتحاد الافريقي؟ اتفضل فاروق. مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، معنا في هذه الاثناء استاذه بشرى حجيج رئيسه الاتحاد الافريقي لكره الطائره. استاذه بشرى، مرحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي، وبرحب بك في بلدك الثانيه مصر. شكرا جزيلا، شكرا على هذه الاستضافه الكريمه، ومن خلالكم احب ان اهني الفريق الشبان تحت 21 سنه لحصولهم على لقب البطل افريقيا، وكذلك تاهيلهم لبطوله العالم من خلال هذا العرس الرياضي اللي بتعيشه اليوم مصر والقاهره. احب ان اشكر الاتحاد المصري على جهوده المبذوله وعلى حسن التنظيم في ظل هذه الظروف الصعبه، لان كيف تعرفوا البطوله الكره الطائره كانت موقفة صار لها 13 شهر، فشكرا جزيلا لأن فكوا الكرب، والحمد لله هذه هي بداية موفقة ومزيدا من التألق. وشكرا للجميع، أوتر حكام وجميع المسيرين ومنظمين هذه الدورة الناجحة بامتياز. أستاذة بشرى، يعني في ظل جائحة الكورونا اللي بيعيشها العالم، لكن كان عندكم تصميم على إقامة البطولة في موعدها، وده نجاح يحسب للاتحاد الإفريقي وأيضا للاتحاد المصري. الحمد لله، هو بذول مجهود من الاتحاد الافريقي وكذلك الاتحاد المصري لاستقبال هذه البطوله، ومن شكلها استأنفنا البطوله بعد غياب سنه كامله، فهذه البدايه، وان شاء الله في بطولات قادمه اواخر شهر مارس في مصر ستستقبل بطوله الانديه رجال، فمزيدا ان شاء الله من النجاح والتألق. استاذة بشرى، شفت انطباع، انا عايز اعرف انطباعك عن الناحية التنظيمية، شفتها ازاي والمستوى الفني للبطولة وللمنتخب المصري؟ مستوى فني كويس بتاع الفرق، لكن يعني غير عادي، لان يعني كان في انقطاع كيف قلت لك، صار سنه ما فيش دوري، ما فيش احتكاك ما بين الفرق ما بين المنتخبات، لكن اهو دي البدايه، وان شاء الله لسنا سنه يعني حافله بالتنظيمات وبالاحتكاك مع المنتخبات الكبرى، وهو منها عندهم يعني وقت سنه لتحضير بطولة العالم اللي حتكون ان شاء الله في اواخر غشت. كابتن هيثم، انا معاك لو حابب توجه اي سؤال يعني حضرتك او ضيوفك الكرام للاستاذه بشرى حجيج رئيس الاتحاد الافريقي لكره الطائره. احنا بنشكرها، بس يعني طبعا بنرحب بيها في بلدها الثانيه مصر، وعايزين نعرف بطوله افريقيا للسيدات ان شاء الله ممكن تكون فين؟ الانديه، بطوله افريقيا للانديه السيدات هتكون فين؟ تحيات الكابتن هيثم. تحيات الكابتن هيثم السعيد وضيوفه الكابتن ممدوح اسماعيل والكابتن حسام مشعراوي، وطبعا بيرحب بيك في بلد الثانيه مصر. عايز اسال حضرتك، البطوله الانديه للسيدات يعني من المقرر ان هي تقام امتى وفين؟ في نفس التوقيت، يعني اواخر قبل ان شاء الله شهر في شهر ابريل، يعني قبل رمضان، وفي عرضين، واحد مقدم من مصر والثاني من كينيا. اذا مجلس الاداره في اطار يعني تقرير شكون هو البلد المنظم. العرض الاقوى يعني اللي هو بنسبه كبيره يبقى فين؟ يعني احنا يشرفنا يكون بطولتين في نفس البلد، لكن احب يعني يكون قرار جماعي نتاع مجلس الاداره. وشكرا جزيلا، وشكرا على الاستضافه بتاعكم. بشكرك يا استاذه بشرى، والتوفيق دايما. مع السلامه. كابتن هيثم، ده كان لقائنا مع الاستاذه بشرى حجيج رئيس الاتحاد الافريقي للكره الطائره. من جديد تعود ليك الكلمه يا كابتن هيثم ولضيوفك الكرام.